200 جنيه هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء أو الموازية. هذا وقد شهدت الأسواق في الأيام الماضية إقبالاً كبيراً على شراء العملات الأجنبية بخاصة الدولار، مما أسهم في إشعال أسعارها. الدولة تتجه نحو تحرير سعر الصرف ولو يوجد لديها احتياطي نقدي، وإذا الدولة لم تحتكم على احتياطي نقدي لا يقل عن 5 مليار دولار يجب أن لا تقبل على هذه الخطوة الانتحارية. الشيء الثاني، اتخذ سياسات أخرى، زيادة الدولار الجمركي بنسبة 30% شهريا لمدة عامين، يعني حوالي 24 مرة يزاد الدولار الجمركي لمدة سنتين شهريا. هذه القضية ممكن أن تؤدي لارتفاع في أسعار السلع بصورة غير مسبوقة. وفقد اقتصاد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار بسبب انتشار الفساد خلال فترة النظام السابق وإدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. الأسعار بتاعت الأجهزة قيمتها دولار، فسعرها بتغير في اليوم مرة ومرتين، فأغلب المحلات اعتمدت على الصيانة وعلى السوفت ويرات اللي هي ما بتكلفها حاجة أو ما بتكلفها قيمة يعني. أما البيع فوقف تماما يعني. وارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار، بينما استقر سعر الدولار في بنك السودان المركزي وجميع المصارف السودانية في 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع. إننا في حكومة الفترة الانتقالية قد ورثنا تركة مثقلة من النظام الباهت واقتصاد كسيح مقيد بمديونية تفوق 60 مليار دولار، وعقوبات دولية ظلت عقبة كأداء أمام انطلاق ونمو الاقتصاد الوطني، ولكننا عازمون على المضي في إصلاحات هيكلية كلية تمكننا من البناء والمعالجة الجذرية للأزمات. ورغم جهود السلطات للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء فإنها لا تزال عاجزة عن ضبط إيقاع السوق. الارتفاع المهول للدولار في وجه الجنيه السوداني دعا بعض التجار إلى إيقاف عمليات البيع والشراء حفاظا على رؤوس أموالهم. عفرة فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.